السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة الشيف نزهة المكناسية. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نديرو المعدنوس ان شاء الله. المعدنوس دابا في هاد في بداية الصيف، المعدنوس والقزبور كينقصو شوية، ولكن من تبارك الله كتبقى واحد الريحة واحد النسمة، ما نقولكمش واحد الريحة في المعدنوس مجهدة زوينة. هذا غادي نديرو نص، غادي نديرو يترقد في نخبعوه في الكونجيلاتور الخضر على هكا، على كيبقى في هذا اللون، هكا في هذا اللون ديالو خضر كيبقى، ومازال غادي نديرو في الكونجيلاتور حتى تكون جولة، وغادي تشوفوا معايا. ونص غادي نيبسو نديرو بودر ديال الغبرة، هذاك غادي يكون خارج الكونجيلاتور ما غيكونش في الكونجيلاتور. ودابا خوتي خواتاتي تبعوا معايا ان شاء الله. والصراحه هذا الفيديو كيحتاج تجربه، نبغيكم تجربوه وتتبعوا الطريقه. وبالنسبه للربيع كينقص ما فيها باس، واحد النهار في السيمانه بالنسبه للموظفات وبالنسبه اللي كيشدوا لا كوموندات وبالنسبه لهذا كنقضي واحد النهار كنعطيوها خاص. دابا هذا النهار خصصته لهذا المعدنوس. القزبر ما لقيتوش، لقيتو قليل، عاد غادي نعاود نديرو النهار ديالو بوحدو. بالنسبه للمعدنوس ها هو دابا جبتو ودرتو في الشهريج، راكم عارفين الشهريج اللي كنغسل فيه الخضر، وخليت وطلق حتى ما بقات فيه لا غبره ولا رمله ولا حتى شي حاجه. انتما كنتبعوا التسليك كيكون داير به بالمعدنوس وكيتغسل، ودرتو يتسقطر مزيان مده واحد ساعتين د المكانه، ما نخليوش يطول بزاف، الى طار غادي يولي مزفار. وكيبقى هكا تبارك الله خضر وزوين، اللي انا درتو في الماء مع الحراره. دابا كيجي من الزنقه القزبور المعدنوس ولا القزبور العاوي، وكنطير له هذا النص هذا ديال غير الراس، ماشي بزاف، غير واحد شويه كنطيروه باش ما يبقاش داك العظمه اليابسين. ودابا غادي نبدا نقطع قبالتكم، انتما غادي تشوفوا معايا تبارك الله. انا ديجا قطعت هذا المول، هذا انا عمرتو، وهنا بديت في هذا. ودابا غادي نشارك معكم، هانتوما شوفوا معايا راني مقطعه له الراس ديالو غير واحد شويه من الراس، لان هاد الرويصات هما اللي فيهم شحال من وحده كنشاهدها كتبقى دير المعدنوس بحال هكا، كطير هاد النص هذا كترميه وهذا كتقضي به، وما فيهش المنفعه. هذا ها هو اللي فيه النسمه، هو هذا اللي فيه ريحه المعدنوس والقزبور، وكتكون الريحه فيه زوينه. شوفوا تقطع معايا كيفاش كندير له. غادي ندير النص غادي تصون في الكونجيلاتور باش غادي يبقى على هكا، على مخو كيبقى خضر. بالنسبه كنديرو في لي صالاد، نديرو في غادي نعمر به الدجاج، غادي ندير به الحريره، غادي ندير به البسطيله، يعني اي حاجه بغيتها. والطريقه باش غادي نكون جوليه ماشي غادي نقبطو ونحطو ويولي معرم هكاك ملي كتجي تهزو المعدنوس ما كيتهش، لا انا غادي نوريكم واحد الطريقه. كنديرو مثلا في واحد البانيو اولا في هاد السينيه اللي كان عندكم الكونجيلاتور، كنهضر معاه بالنسبه لي طريطور، بالنسبه لي اللي كيبغي واحد الكميه كثيره، كنديرو في واحد البلا بحال هكا ونديرو في الكونجيلاتور. خطره كنطلع عليه وكنحركو بيدينا بحال هكا، خطره كنطلع عليه كيبقى المعدنوس بحال هكا، وكنديرو في البلاستيكه اللي بغينا كنهزو بيدينا. اما الا حطينا بحال هكا وجمد كيولي يابس حجره، فاش كنجبدوه كنتعصبو كيفاش غادي الكميه اللي غادي نبغيو نهزو غتجينا صعيبه. لا ما خصناش نديرو بحال هكا، كنبقاو خطره نخلطوه بحال هكا حتى كيبقى مفرك وزوين، وكنبقاو نهزو في الحمله اللي بغينا. عندنا شلاضه، عندنا دجاج معمر، عندنا بسطيله الحوت، عندنا بسطيله حلوه، يعني المعدنوس راه كنديروه في اي حاجه، في الحريره، في كل شيء كنستعملوه، في الماكله كلها، في اي حاجه كنبغيو فيها المعدنوس. وصافي غادي نمشي كيف ما هكا نتوما شوفوا معايا، حتى غادي نسالي وغادي نوض باش غادي نطحنو ونتلاقى معاكم ان شاء الله. دابا غنوقف الفيديو باش ما نطولش عليكم. دابا حنا وصلنا كملنا في التقطاع،
دابا غادي نبدا نطحن في هذا الهشوار هذا. هانتوما لاحظوا معايا ومنين تصوبوا العدنوس حتى يتقطر من الماء مزيان ما يبقاش فيه الماء باش كيجي مفرك وزوين ما كيجيش معجن. هانتوما شوفوا معايا بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله على بركة الله. هانتوما شوفوا كيف كيبقى مفرك بحال الكسكسو ما فيه لا ما ولا حتى شي حاجه. هانتوما شوفوا معايا هو اصلا قاصح ولكن دابا الطحانه كنقضيو عليه داك العويدات ما كيبقاوش. دابا غادي نديروه هنا وغادي نلبسو من بعد ما نلبسو نعاود نطحنو. النص اللي غادي نلبسو هنا كنطحنو ونص الاخر عاوتاني اللي غادي نخبعو خضر. انتما غادي تشوفو معايا انتما تشوفو هاد العويدات ديالو واخا نقطعو بيدينا حتى نعياو ما غاديش نقضيو عليه لانه ولا قاصح شويه ولا معود في هاد الوقت هاد شهر 6 كيكون كيتعود الربيع وكينقص ما كيبقاش ربيع بزاف ولكن تبارك الله بالهاشوار كنقضيو عليه وكيبقى المعجوز كما هو. كيفاش كيبقى كاين لا ما ولا حتى شي حاجه ولكن راه تسقطر راه قطر من قبل جبتك البانيو البيض السي محمد باش نعمره يحط الكونجيلاتور وحده مازال خضر باش ما يتبدلش في اللون ديال البانيو البيض راه في بلاكات الكوزينه. فيه تمره ولكني كنتهنا واحد الوقيته كنتهنا من هذا الشيء هذا نبغيو نديرو النصيب نبغيو نديرو الطيابله اللي في الدار لي صالاد كل شيء ما كنبقاوش كل ساعه جبد من هنا وقطع من هنا وكد حتى في السوق ما كتلقاوش الربيع دابا اللي يعجب ما كاينش. انا عندي مول الربيع اللي كيجيب لي الربيع راه سيمانه وانا مصيه باش يجيب هذا الربيع خضر وزوين هكا غير من الحيره في الدار غير من هنا. دابا غادي نوقف الفيديو باش ما نطولش عليكم ونعاود نتلاقى معكم.
ونزيد لكم على هاد الراحه ديال هاد الهرشوان. هادي ملي تكونوا كطحنوا بها الا وقفت بعض المرات كتوقف خطره توقف، ديروها في واحد الميكا، خشيوها في خنشات الميكا وديروها في الكونجيلاتور ولا في الفريغو ديال الثلاجه واحد ربع ساعه كتبرد. دابا راه سخنات. هذا غير عطيتكم هذا التجربه اللي مجربها انا، كنديروها في الكونجيلاتور كتبرد وكنعاودو نجبدوها وكنطحنو بها وكطحن. هادي فكره زوينه. هذا ما غاديش نطحنو دابا، حيدات شويه ايه تمارا، ولكني كيهنيك واحد المده بالنسبه لي اللي كيعندهم الخدمات كتار وعندهم داكشي لاكوموندات كتار، هذا هو الحل. هذا غادي نخليه غادي يبسو حتى يبس عاد غادي نطحنو وغادي نشاركو معاكم ان شاء الله. بالنسبة لهذا انتما شوفوا معايا شحال عطاتني هاد السينية، شوفوا شحال عطاتني تبارك الله، خضر كيفما قلتلكم جاي من البحيرة نيشان اللي عندي لهنا. دابا غادي نديرو في السينيات كيفما هكا وغادي نديرو في الكونجيلاتور وخطرة خطرة نحركو كيفما بحال اللي كنحركو الزرع باش كيبس وكيبقى على لونو بحال هكا وكيبقى هكا مفرك، وكنعاودو نعمرو في واحد البلاستيكه ونحطو الوقيته اللي نبغيو شي حاجه كنهزو عفله ونرميو في اي حاجه، الا بغينا نعمرو الدجاج ولا بغينا نديرو شي حاجه. هذا كيهنينا بالمسؤوليه ديال داك بالنسبه لي انا، سمحوا لي كنهضر مع المحترفات ومع المعلمات ومع التريتورا، بالنسبه لي انا كنجيب الخدامات كيديو لي النهار كيضيع لي في هاد المعدوس والصبور، انا كنجلس غير راسي وكنعطيه الكانه وكنخدمو راسي
ومرتاحه ومنقي على حقو طريقو ومغسل على حقو طريقو وما كنضيعش فيه الوقت. هذاك الوقت اللي غادي نجيب البنات يضيعوا معايا الوقت وقتهم ونضيع وقتي معاهم كنديروا حاجه اللي مهمه، شي حاجه اللي تكون كتخدم في وقتها، ما يمكنلاش تحفظ، ما يمكنلاش تخبع في الكونجيلاتور، هذيك هي اللي كيجيب لنا المساعده تخدموها. اما بالنسبه للحاجه اللي كتخبع كنخدمها بشويه على يدي ونخبعها، هذا هو الدور ديالي وهذه هي خدمتي الحمد لله، وهذا هو السيرفيس ديالي والحمد لله، وغادا ناجحه في السيرفيس ديالي وكلشي كيبغي خدمتي وكل حاجه كتكون على حقها وطريقها وتبارك الله عليكم. دابا غادي نهبط نعمر سينيور وحده اخرى باش غادي نديرو في الكونجيلاتور حتى يبس، وغادي تشوفوه معايا كيفاش غادي يولي.